اهتمام مشروع قانون المالية 2021 بالطاقات المتجددة، إعطاء تسهيلات للمؤسسات الناشئة والمحافظة على الفئة الهشة، يعتبره نواب الغرفة السفلى للبرلمان تقديم للأولويات الاقتصادية مع الإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة. في ترشيد الطاقات نثمن مشروع الذي جاءت به وزارة الطاقات المتجددة وفيما يخص ترشيد الطاقات. حافظنا على التحويلات الاجتماعية، السميد، السكر، الزيت، هذو كلهم حافظنا عليهم. زيادة على ذلك دفع الفارق تاع التقاعد تاع صندوق التقاعد، كذلك المجانية الكتاب المدرسي 5000 دينار، هذه كلها أمور إيجابية. السكن، المحافظة على وتيرة بناء السكنات. رغم الظرف الاستثنائي الذي أتى فيه المشروع بعد تفشي كوفيد-19 وتراجع مداخيل المحروقات، بعض النواب تحفظوا من اللجوء لرفع الجباية وعدم التركيز أكثر على مداخيل قطاعات أخرى. المشروع هذا كباقي القوانين يعتمد اعتماد كلي على المحروقات، ليس هناك يعني مصدر آخر من التمويل. هذا القانون الذي يعترف أن هناك 20 مليار تعجز في الميزانية، نحن نسأله ونقول من أين سوف يعني تكبح هذا أو تجبر هذا العجز. هذه الإجراءات وأخرى حملها مشروع قانون المالية 2021 قصد النهوض بالاقتصاد الوطني، تنتظر التصديق من قبل نواب الغرفتين قبل نهاية 2020.